ليش انت شو فهمت علي؟ يكون فكرك تضحك على سوريا وتظهر معها يعني. لا ولو انا معقول اقول هيك، بس اللي عم اقوله حضرتك طلبت مني اني اضحك عليها وفهمها اني بحبها. بتريحها وبتحسسها انك من يمها لتعرف اذا هي بتعرف اختها وين. سوريا بتاخد ادويه فريد، من هي وصغيره عندها مشاكل وعندها حزن على فقدان امها، مشان هيك اعصابها تعبانه شوي وبخاف تكون عملت شيء مش وعيت له مثلا معي. انا مش عم ترضى تحكي، قلت بلكي لانها بتحبك مثل ما قلت لك ممكن تخبرك لك. بالنهايه ضحى بخطر وانا وانت لازم نلاقيها ونخلصها بسرعه. ضحى ما لها غيرنا انا وياك، انا بيها وانت خطيبه، ما هيك؟ وينها سوريا هلا؟ بالمحل تبعها. روح احكيها وشوف اذا فيك تسحب منها شيء. طيب بنحكي لك. انا بعتبرك مثل ابني فريد وحاطط شهادتي فيك، مشان هيك طلبت منك هالطلب. سوريا مثل اختك كمان، ما هيك فريد؟ انا بنعيلك كرم بك وعندي خيات.